وإذا حس أنا بعض العلم حديث وجاء طالب وضعفهم فهل يؤخذ بالشيء أو ما يؤخذ بالشيخ ولا بطالبه، إنما يؤخذ بالدليل القوي في التحسين والتضعيف، لأن المسألة هي مسألة نسبية. ابن حجر حسن أشياء خرجت ضعيفة، زيد من الناس حسن أشياء فخرجت ضعيفة، ضعف أشياء فخرجت صحيحة، هي مسألة نسبية لها آلتها، فمن كان هو صاحب آلة في هذا إنما يؤخذ بالقول الراجح حتى وإن بز الطالب شيخهما على احترام للشيخ والاعتراف بقدر. هذا هو ديننا.